أقول إذا ظلمت في محكمة الدنيا فارفع ملفك إلى السماء، فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة والقاضي هو أحكم الحاكمين. أقول أيضا اعلم بأن الموت لك بالمرصاد، فكما اصطاد غيرك فإياك سيصطاد. فأين من بنى وشاد وتأمر على العباد؟ ألم يسمع الإنذار بالموت والتهديد؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلا تقل أنا متعب فكلنا متعبون، ولا تقل أنا حزين فكلنا هموم. واعمل لدار غد فكلنا عن الدنيا زائلون. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعة الحياة. لا بد لمن ولد فيها أن يرحل، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد رحل. والغريب في هذه الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر حبيبه بميعاد وفاته، وقال له: يا محمد، إذا نزلت عليك هذه السورة فاعلم بأنك قد اقترب أجلك. إذا جاء نصر الله والفتح، ولكننا نحن ضعفاء. إذا أتى إلينا الموت يأتينا بغتة وفجأة، لكن العاقل فيها من اتخذ منها لأخراه. ويقول الإمام علي بن أبي طالب: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والميت إذا مات يذهب به إلى قبره، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع المال الذي كان يتقاتل الإنسان على جمعه، أم من حلال أم من حرام، ويرجع الأهل، ويبقى الإنسان مجرد ذكريات بعد ذلك. نقول: حدث يوم كذا ويوم كذا. هكذا إذا مات ابن آدم يبقى عمله. أنا جليسك في وحدتك، فهنيئا لمن قدم لنفسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول أحد الصالحين: ما تحسرت على يوم فاتني من عمري إلا على يوم فات ولن أتقرب فيه إلى ربي. ويقول القائل: يا أيها الإنسان، إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعد قصوره قد سكن الحفر. كم كان يلبس من ثياب فاخر، وتراه بعد الممات قد اندثر. والغريب في هذه الدنيا أن الإنسان حينما يولد تكتب له ورقة، هذه الورقة تسمى بشهادة الميلاد، وإن قدر أن يكون متعلما كتبت له ورقة تسمى بشهادة التخرج. فكل هذه الشهادات يستطيع الإنسان أن يراها
إلا شهادة واحدة وهي شهادة الموت، فهلا قدمتم لهذه الشهادات؟ وما من يوم وينشق فجره إلا وينادي مناد: أبناء الأربعين هلموا، أبناء الخمسين ماذا قدمتم، أبناء الستين زرع دنا حصاده. ودائما وأبدا لا نعرف قيمة الشيء إلا بعد فقده، ولا نعرف قيمة الملح في الطعام إلا بعد فقده، هكذا لا نعرف قيمة الأم إلا بعد فقدها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم لكي نستمع ونستمتع إلى كروان الإذاعة المصرية القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري، والذي قد سنترقبه قريبا إن شاء الله مبتهلا عبر أثير الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري والعربي في صلاة الفجر، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا بالجنة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا غفور رحيم. ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما والقمر
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى ترى الأرض خاشعة ومن
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اعملوا
صدق الله العظيم. قالوا تسلى عن هذا الدين، قلت بمن والأحشاء نيراني، شارب الخمر يفيق من سكرته، وعاشق أبو حميدة يعيش العمر حيراني. وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة ما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة. أسأل ربي تبارك وتعالى في علاه أن يرحم الأم الراحلة بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالأصالة عن عائلات القط وعائلات أبو رشيد، اشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء، وشكر الله مسعاكم جميعا.